الصلاة والسلام على رسول الله. نشكر الحضور الكريم اللي معنا كان الناس كاملين، وبالأخص تحية كبيرة للأسطورة ديالنا السي هشام سليقات، السي عمر كذلك صاحب القضية ديالنا. واحد البطولة هي معروفة باسم دوري الإخوة، وهذا دوري الإخوة هذا وكنشكركم جميعا على الحضور ديالكم، والان غادي نمشيو لتوزيع الجوائز. شكرا سي عمر سي هشام. حسن الهداف كانت من نصيب لاعب فريق فالنسيا اللي هو حمزه بياض، غني عن كل تقدير. الفريق اللي كان ديسيبليني معنا وكان كيجيو كيشاركوا دائما في المواعيد اللي هو فريق اتحاد صناع الحرفيين. هذه جائزة ديال فريق الريان، فريق الريان اللي كي يجمعوا اللاعب الشحيتي أيوب، سبقت على هو ممثل فريق الريان غير واحد الكأس ديالو. الآن فريق فالنسيا اللي بالهداف ديالو سي حمزة والأخ سي جمال، فريق غني عن كل تعريف حتى هو وكان ملتزمين معنا. فريق فالنسيا على اللولة وغير اللولة. سمير الحكم ديالنا كنشكرو السي عمر اللي جا عندنا، وكنشكرو
قطريين اولا كغاربه لان على الدراب المغرب واحد الدرجه كبيره في الميدان الرياضي ولينا كنقارعوا يعني بلدان العملاقه في كره القدم وهذا الشيء هو اللي فتح لنا الطريق باش نقدروا نديروا هذه النتيجه في دوري في العالم في قطر. بالنسبه لي هذا الشيء هو اللي فتح الطريق لان اول مره نقارعوا كانت في كاس العالم الاخيره وخسرنا مع البرازيل مع دوري المارسيل بهدف واحد فقط يعني وهذيك الروح اللي كانوا وهذاك الشيء كل شيء يعني هذا السيد هو اللي دار بكل صراحه وهذا الشيء كل شيء عارفه الناس طبيعي علينا السي هشام كنشكروه على هذا المجهود اللي كيجي له. شكرا Yo. 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 Yo